نعم، لا جديد في مشهد مجمع الشفاء. حالة مأساوية ووضع إنساني صعب يعيشه الطاقم الطبي وما يزيد عن 1500 نازح و600 جريح في هذا المجمع الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لأقسامه، من مستشفى أو من قسم الطوارئ إلى قسم الجراحة إلى الأقسام المختلفة. والآن حينما خرج وعاد من البوابة الجنوبية يفتش أقسام الباطنة والأقسام قسم العظام والأقسام المختلفة في مبنى آخر، في محاولة وفي محاولات حثيثة لاستخراج أي من الدلائل العسكرية لوجود مقاومة فلسطينية بعد فشل الاحتلال لإخراج أي صورة من المجمع سوى صور الدمار والموت التي خلفتها طائراته وخلفتها مسيراته التي أطلقت النار على من تواجد بين الأقسام والمرافق وخلفت عدد من الشهداء، وأيضا صورة القتل الممنهج الذي يعني خلفته غارات الطائرات عند بوابة المستشفى قبل ما يزيد عن أسبوع، وصورة القذائف المدفعية التي تساقطت على مرأى ومسمع كل العالم في ساحة المستشفى وأمام خيمة الصحفيين وأدت لبتر أقدام أحد النازحين، وصورة قسم العناية المكثفة الذي استهدفتها قذائف المدفعية الإسرائيلية استهدفت هذا القسم، واضطرت الوزارة ويعني طواقم المستشفى لإخلاء هذا القسم. لا يوجد في مستشفى الشفاء سوى أناس أبرياء مدنيون محاصرون، أكثر من 600 جريح، أكثر من 30 طفل خدج استشهد عدد منهم واستشهد عدد من الجرحى. هذا الواقع، ونتحدث نحن عن مستشفى انتهى ونفذ عقوده وانتهت اللوازم الطبية والأدوية وامتلأت الأسرة عن آخرها في ظل أعداد كبيرة من النازحين كانت تؤوي إلى هذا المجمع. هذا المشهد